خالد الجريح. لا لا معلم يعني. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء اينما كنتم وعلى البركه. نتحرك بالشوط التاسع في مجموع اشواطنا وخصص لفئه الابكار، نتحرك مع هذا الشوط الكبير، نتحرك مع هذه الشعارات الكبيره والخطيره التي تشاركنا في هذا المسير وفي هذا التحدي في هذه الانطلاقه. نحن نتحرك ايضا الى الامام لنعطيكم الوصف التفصيلي وماذا يدور على المقدمه من خبره وتحدي وابداع وطلعه الى المقدمه، لبه الى المقدمه لمحمد بن سلطان بن رشيد من يلبي النداء بهذه المشاركه. المركز الثاني دغشه سلطان بن عبد الله بن واس من يسجل دغشه في هذا الشوط بالمركز الثاني، والمركز الثالث شعار بن كليب، شعار سيف العلي بن كليب من ياتينا على المركز الثالث، ثم المركز الرابع منصور بن محمد بن خميس بن هندي المهيري، المركز الخامس لحن. يا سلام يا لحن، لحن وتغرد لنا اجمل الالحان مع شعار سالم الراشد بن غدير الغير مستقر مع شعار واحد ياتينا بعده شعارات بعده الوان بعده مشاركات. هذا هو شعار بن غدير، ما نقول شعار بن غدير ولكن نقول المركز الثالث لسالم بن راشد بن غدير يقدم لنا لحن، والمركز الرابع منوله خليفه بن سالم بالطبيعه، المركز الخامس بن صوان محمد بن علي بن كليب. نبحث عن وين، عن وين راعيه الشوط وين تتواجد، وين بنشوف. خذنا الخمسه المراكز الاولى ونشوف بن معدن موجود، بن معدن موجود، هذا احسبوا له الف حساب، الف حساب، مشارك فعال ولاعب دور فعال، وعنده اللي تير الشوط ير اللي هي منصوره، وعندنا ايضا من يشاركنا، عندنا من يشاركنا، يعني مجموعه قويه تشارك في هذا الشوط، ولكن المجموعه الاولى اللي تتقدم الى الامام هذه المجموعه الخطيره، هذه المجموعه الخطيره. بونواس مع النجمه، روحي ايتها النجمه، روحي الى الامام، روحي الى النجوم، روحي الى الانتصار. بن رشيد من يدافع، من يسجل ايضا لبه الى المركز الثاني محمد بن سلطان بن رشيد، والمركز الثالث لحن سالم بن راشد بن غدير. بن معدن واصل، بن معدن واصل، لا اقترب لا تبتعد، اقترب يا بن معدن، حرك حدك، طلع العصام الابطال لانك انت في مكان الحركه، لازم انك تحرك. اول مشاركه يقول المقعودي، اول مشاركه مع بدايه الموسم، زين زين، لا تحرك عين، لا تحرك اذا انت اول مشارك او مع بدايه الموسم، لا تكلف على نفسك. خلنا يا الجماعه، خلنا هني اللي ما عندهم، ما عندهم موسم، على طول كل الموسم معاهم، قيض شتاء خريف صيف، ما عندهم، كله دائما مع الموسم، مع المركز الاول، حر برد، نعم هم نار 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 نار. حرك يا اشوف اشوف، يعرفون كيف، شوفوا بن معدن اللي حذرنا عنه، قلنا لكم حلفوا يعني حسبوا له الف حساب، حلفوا له الف حساب، هاجم 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 بالطبيعه، هاجم وهاجم بورويز وهاجم بن معدن، يلا يا ابو نواس، يلا يلا يا راعي النجمه، يلا يلا حرك 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 ال 200 ال 500 متر الاخيره، ال 500 متر الاخيره، نتابع دغشه ونتابع القادمه. دوله ذات سياده، دوله ذات سياده الخليفه بن سالم بالطبيعه، ولكن لب لبت بن رشيد، يحرك بن رشيد، يحرك يحرك الناموس، والله انه حاير ما هو بعارف وين، هل هو يصمد مع دغشه ومع بن بنواس في هذا المسار؟ نعم ايتها النجمه، روحي ايتها النجمه، روحي ايتها دغشه الى المركز الاول. يا سلام يا سلام، سلام يا العويل، سلام 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 البلهناوي، سلام سلام سلطان بن علي بلهناوي، هو المشجع، هو اللي شجع، هو اللي شجع دغشه، والجماعه كلهم أنا ايضا يشجعون. الله يعني دائما متنومسين فرحانين. سلطان بن عبد الله بن واس، المركز الثاني برويس، الثالث بطبيعه، الرابع بن رشيد، والخامس بن معدن. التوقيت كم؟ ماشي التوقيت، اعذرونا في الشوط هذا لانه اللي كان يوقت صار يصور، نعلمه يصور.